يسعد الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فارق، أنا من الصف الثالث الابتدائي، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم من سورة الفجر برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي رشدانا، أنا في دولة الأطفال الأولياء ألف. الآن أقدم أمامكم الحديث النبوي مع الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. عثمان رضي الله عنه narrated that Allah's Messenger, peace be upon him, said, he who builds a mosque for Allah, Allah would build for him a house in paradise. Sahih Muslim, Volume 4, Hadith number 7110. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Abdullah Khan. Ana min as-saff al-thalith al-ibtidai. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أنس بير زادة، أنا من الصف الثالث الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فارق، أنا من الصف الثالث الابتدائي.
والآن نحن نقدم حوارا على موضوع مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وعافية. سمعت أنكم قد نجحتم في الاختبار. نعم الحمد لله، وفزت بالدرجة الأولى. وأنا أيضا فزت بالدرجة الأولى. ما شاء الله، هنيئا لكم الفوز بالدرجة الأولى. جزاك الله خيرا. في أي معهد تدرس؟ أدرس في المعهد الأمريكي الأهلي، American Public School. في أي معهد تدرس أنت؟ أدرس في المعهد البريطاني الأهلي، British Public School. تلك معاهد يديرها النصارى. نعم، لكنهم يهتمون بالطلاب ولغتهم الإنجليزية قوية. أما علمتم أنهم يدرسون النصرانية في دروسهم؟ نعم، هم يفعلون ذلك، ولكني لا أعرف للمسلمين معهدا بهذا المستوى. واو عجبا. أما سمعتم بالمعهد الإسلامي العالمي المعروف بIIS؟ لا لم أسمع به. وهل هو معهد جديد؟ نعم هذا المعهد جديد، افتتح قبل عامين. أخبرني عن المستوى التعليمي في هذا المعهد. مستوى المعهد عالٍ جدا، حتى يفوق جميع المعهد موجود الآن في مومباي. والدليل على ذلك أن طالبا من الصف الثاني رسب في معهدنا، وقد تم قبوله في معهد مومباي المعروف في الصف الثالث. كيف عناية مسؤولين بالطلاب؟ عنايتهم بالطلاب فائقة جدا، يبذلون لراحتهم وتعليمهم وتربيتهم كل غال ونفيس. لهذا المعهد ميزة لن تجدها في المعاهد الأخرى. ما هي؟ يدرسون العلوم الإسلامية باللغة العربية بجانب العلوم الأصلية، وأيضا يقومون بتحفيظ القرآن الكريم. سبحان الله، يجمعون بين الاثنين. نعم، أساتذة هذا المعهد يتمتعون بكفاءات عالية. أعطي عنوان هذا المعهد سألتهيك به إن شاء الله. Islamic International School. نعم اكتبوا. Islamic International School 56 شارع وتندل دونغري مومباي. رقم الهاتف 2 ثلاثة سبعة ثلاثة ستة ثمانية سبعة خمسة. أستاذة أمينة، لقد قبولي في هذا المعهد. شكرا لك على هذه الإفادة. سأراك غدا إن شاء الله. مع السلامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع المجد ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. أي رواه البخاري ومسلم. Anas radiallahu anhu narrated that the messenger of Allah, peace be upon him, said, a dead person is followed by three, his relatives, his wealth, and his deeds. Two of which return back after his burial and one remains. His relatives, his wealth return back while his deeds remain. Agreed upon. Sahih Bukhari, volume 8, hadith number 6514. Sahih Muslim, Volume 4, Hadith Number 7064. My name is Rushdan. I come from Senior KG. Muhammad alayhi salam sat quietly in the evening. His companions asked, O beautiful man, why do you sit here grieving? My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on?
After I die, the Prophet stood silently and prayed, his beard becoming wet as he cried for all his fears. Oh Allah, don't let this nation fail. As he pleaded to the night, the earth around him filled with tears. My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? A stillness fell over the land. Companions gathered near to where the Prophet laid. As Aisha's wife held tight to his hand, the Prophet spoke again before he passed away. My Ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? Believers, brothers and sisters in Islam, will we be strong and carry on until we die? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farik Naik. I'm from 3rd standard. Inshallah, I will present the names of 114 surahs from the glorious Quran. Chapter number 1, Surah Fatiha. Chapter number 2, Surah Baqarah. Chapter number 3, Surah Ali Imran. Chapter number 4, Surah Nisa. Chapter number 5, Surah Maidah. Chapter number 6, Surah Anam. Chapter number 7, Surah Araf. Chapter number 8, Surah Anfal. Chapter number 9, Surah Tawbah. Chapter number 10, Surah Yunus. Chapter number 11, Surah Hud. Chapter number 12, Surah Yusuf. Chapter number 13, Surah Ra'd. Chapter number 14, Surah Ibrahim. Chapter number 15, Surah Hijr. Chapter number 16, Surah Nahl. Chapter number 17, Surah Isra. Chapter number 18, Surah Kahf. Chapter number 19, Surah Maryam. Chapter number 20, Surah Taha. Chapter number 21, Surah Anbiya. Chapter number 22, Surah Hajj. Chapter number 23, Surah Mu'minun. Chapter number 24, Surah Nur. Chapter number 25, Surah Furqan. Chapter number 26, Surah Shu'ara. Chapter number 27, Surah Namal. Chapter number 28, Surah Qasas. Chapter number 29, Surah Ankabut. Chapter number 30, Surah Rum. Chapter number 31, Surah Luqman. Chapter number 32, Surah Sajda. Chapter number 33, Surah Azab. Chapter number 34, Surah Sabah. Chapter number 35, Surah Fatir. Chapter number 36, Surah Yasin. Chapter number 37, Surah Saffat. Chapter number 38, Surah Sa'd. Chapter number 39, Surah Zumur. Chapter number 40, Surah Ghafir. Chapter 41, Surah Fusilat. Chapter 42, Surah Shura. Chapter 43, Surah Zukhruf. Chapter 44, Surah Dukha. Chapter 45, Surah Dasiya. Chapter 46, Surah Ahqaf. Chapter 47, Surah Muhammad. Chapter 48, Surah Fatah. Chapter 49, Surah Hujurat. Chapter 50, Surah Qaf. Chapter 51, Surah Zariyat. Chapter 52, Surah Tur. Chapter 53, Surah Najd. Chapter 54, Surah Qamar. Chapter 55, Surah Rahman. Chapter 56, Surah Waqia. Chapter 57, Surah Hadid. Chapter 58, Surah Mujadila. Chapter 59, Surah Hash. Chapter 60, Surah Mumtahina. Chapter 61, Surah Saf. Chapter 62, Surah Jumma. Chapter 63, Surah Munafiqun. Chapter 64, Surah Taghabun. Chapter 65, Surah Talaq. Chapter 66, Surah Tahrim. Chapter 67, Surah Mulk. Chapter 68, Surah Qalam. Chapter 69, Surah Haq. Chapter 70, Surah Ma'arij. Chapter 71, Surah Nu. Chapter 72, Surah Jin. Chapter 73, Surah Muzammil. Chapter 74, Surah Mudassir. Chapter 75, Surah Qiyamah. Chapter 76, Surah Insan. Chapter 77, Surah Mursala. Chapter 78, Surah Naba. Chapter 79, Surah Naziat. Chapter 80, Surah Absa. Chapter 81, Surah Takwi. Chapter 82, Surah Infitah. Chapter 83, Surah Mutaffifin. Chapter 84, Surah Inshiqaq. Chapter 85, Surah Buruj. Chapter 86, Surah Tariq. Chapter 87, Surah Ala. Chapter 88, Surah Ghashiya. Chapter 89, Surah Fajr. Chapter 90, Surah Balad. Chapter 91, Surah Shams. Chapter 92, Surah Lail. Chapter 93, Surah Duha. Chapter 94, Surah Shara. Chapter 95, Surah Teen. Chapter 96, Surah Alaq.
Chapter 97 Surah Qadr, Chapter 198 Surah Bayyina, Chapter 99 Surah Zilzal, Chapter 100 Surah Adiyat, Chapter 101 Surah Qariyah, Chapter 102 Surah Takasur, Chapter 103 Surah Asr, Chapter 104 Surah Humala, Chapter 105 Surah Fil, Chapter 106 Surah Quraysh, Chapter 107 Surah Maun, Chapter 108 Surah Kausar, Chapter 109 Surah Kafirun, Chapter 110 Surah Nasr, Chapter 111 Surah Masad, Chapter 112 Surah Khlas, Chapter 113 Surah Falak, Chapter 114 Surah Nas. Allah, Rasulullah, Allah, Allah,
sallallahu alayhi wa sallam. Oh, you were raised amongst us, coming with a word to be obeyed. You have brought to this city nobleness, welcome best caller to God's way. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Zikra Naik min as-saf as-salis al-ibtidai. Wal an uqaddimu amamakum tilawat al-Quran al-Karim min surat al-A'la bi riwayat Khallat an Hamza al-Kufi rahimahullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الله الهادي سيد من نور الرحمن أسمى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن بربيع الأول شرف